بن علي بن جرحى بالمري على هذا الانتصار وهذا الفوز في المركز الثالث. إذا المشاهدين متابعينا الأعزاء، الشوط الرئيسي الكار انقضى وانتهى بفوز سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. نحن ننطلق مع انطلاقة الشوط الثاني في مسافة 8 كيلومترات، الشوط الرئيسي أيضا للثنايا القعدان، وهو المؤهل أيضا لميادين دول مجلس التعاون الخليجي. من سيرافقكم بالتعليق على مجريات الشوط القادم؟ زميلي حمد بن حمد الزعبي يتواصل معكم بالتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة أينما كنتم، سواء مشاهدينا الكرام أو كذلك مستمعينا الأفاضل أينما كانوا. نحن هنا نتواصل وإثارتنا مستمرة في هذا المساء، نحن يتجدد بكم اللقاء في هذا المساء وتتجدد الأشواط لسن الثنايا. المسافة المغررة في مساء هذا اليوم هي 8 كيلومترات، بينما هنا أشواط مفتوحة، وها هي نعيش وإياكم منافساتها وتحدياتها، وهناك كذلك منافسات للأشواط العامة ستشاهدونها بإذن الله في وقت لاحق في هذا المساء. على كل حال حفلنا الكريم، مسيرتنا تسير، والمسافة الماراثونية ها هي بداية بهذا المهرجان المحلي الرابع، وبداية بسن الثنايا نفتتح 8 كيلومترات. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل، جميعنا سائلين وطالبين منه السداد والتوفيق. اللهم هيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. نعود وإياكم مشاهدين الكرام لكي نتعرف صوتا وصورة على من يقود المسيرة ومن يخوض الخمسة النجوم التي سيسمح لها بالإذاعة ويسمح لها بالنداء من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا بهذا الميدان وبدولتنا الحبيبة دولة قطر. بداية بالحريثي اللي يقود المسيرة، الحريثي يحتل المركز الأول لسعادة حامد بن مايقة الحبابي. إذا الحريثي يقود المسيرة لسعادة حامد بن مايقة الحبابي، حمد بن لفجح يديره في عملية التضمير الدور والنقلة عند المركز الثاني. ظبياني يغير الأمور وينتزع مقدمة هذا الشوط من الحريثي، ظبياني تعود ملكيته لعلي بن سعيد بن حلفان المري. أما المركز الثاني فيتراجع فيه الحريثي لسعادة حامد بن مايقة الحبابي بقيادة المضمر حمد بن لفجح المري. الدور والنقلة على المركز الثالث اللي يصلنا في المركز الثالث، الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. نقلتنا على المركز الرابع اللي يحتل المركز الرابع، معزز يحتل المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن بعيران المري، يقوده في عملية التضمير. نرحب بكل الضيوف هنا في أرضية هذا الميدان. يا سلام، ننتقل ونتعرف على خامس المراكز اللي يحتل المركز الخامس، الحساس يتحسس بالموقف الحساس، تعود الملكية للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. علي بن حمد بن جرحب يديره في عملية التضمير. نعود مباشرة مشاهدينا الكرام بعد إتمام نداءنا الثاني، وها هو الجمهور هنا يؤازر من يقود المسيرة ويتفاعل مع من يتقدم ومع من يحتل المركز الأول تشجيعا وكذلك رغبة وطربا للناموس. يا سلام، الجمهور
الحر يتفاعل، إنما هو إلا متفرج وكذلك مؤازرا لمن يقود المسيرة. نعود مباشرة والعود محمود، ظبيان يقود المسيرة، ظبيان يحتل المركز الأول ويفصلنا عن خط النهاية. 5 كيلومترات، 5 كيلومترات على خط النهاية، وظبيان يقود المسيرة. علي بن سعيد بن حلفان هو مالك ظبيان اللي يحتل المركز الأول. الدور عند المركز الثاني، اللي يحتل المركز الثاني الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر ناصر بن مسفر الشهواني، يصن معزز في هذه اللحظات، معزز ومعزز في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز. تعود الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر راشد بن بعيران المري. الدور عند المركز الرابع، اللي يحتل المركز الرابع، الحريثي يحتل المركز الرابع. تعود الملكية لسعادة حامد بن مايق الحبابي، حمد بن لفجح المري يقود في عملية التضمير. المركز الخامس هو من يحمل رقم 5 بالفعل، الحساس للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني مع الموهوب علي بن جرحب المري. نعود مباشرة والعود أحمد إلى مقدمة الشوط. يا السلوم شوط تاهيل، الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول لأشواطنا المفتوحة في هذا المساء. المسافة هي 8 كيلومترات. يا سلام، الله يعينكم يا إخوان يا مضمرين. نعود مباشرة، نعود لإكمال نداءنا الثالث على التوالي لكي يكون المشاهد أن يستمتع صوتا وصورة وكذلك المستمع الكريم. ونحن نقطع لوحة 4 كيلومتر، السلوم يتبقى لنا 4 كيلومترات والمسافة تنتصف ونحن بقيادة ظبيان. ظبيان لعلي بن سعيد بن حلفان المري، معزز يتسلل لحظة بلحظة، معزز يتسلل. ها هو تشاهدون على شاشة التلفزيون يقود المسيرة من هذه اللحظة. معزز تعود الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع المضمر راشد بن بعيران المري. يا سلام، معزز يريد عزة النفس ويريد كذلك أن يقود المسيرة وأن ينتزع ناموس هذا الشوط. معزز أيها الحفل الكريم يحمل شعار مميز ومرموق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن بعيران المري يقود في عملية التضمير. الدور عند المركز الثاني، اللي يحتل المركز الثاني يصلنا ظبيان لعلي بن سعيد بن حلفان المري، يشاركنا خصيصا في هذا الشوط وفي أشواطنا المفتوحة في هذا المساء. المركز الثالث يصلنا الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ناصر بن مسفر الشهواني. هنا المرعب يحتل المركز الثالث بقيادة الفارس. أما المركز الرابع فيصلنا الحساس، الحساس يقترب، الحساس يتسلل، الحساس يصل في الموقع، الحساس، الحساس. تعود الملكية للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. علي بن حمد بن جرحب يقود في عملية التضمير. 3 كيلومتر يا بن جرحب، 3 كيلومتر يا مشاهدين يا مستمعين الكرام. نتعرف لإكمال نداءنا الثالث على التوالي على المركز الخامس، اللي يحتل المركز الخامس يحتل المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، البنادول يحتل المركز الخامس، له إنجازاته، وصلتنا معلوماته كاملة مكملة، كذلك خصيصا أتى هنا للمشاركة في هذه الأشواط المفتوحة. تعود الملكية لجاسم بن محمد بن شطيط الهاشمي. يا سلام، إذا جاسم بن محمد بن شطيف الهاشمي هو من يحتل المركز الخامس بقيادة البنادول.
يبدو لي أيها الحفل الكريم أن المعلومة عن البنادول لديه خنجر، نعم، في رصيده في سن الإجذاع، وها هو يشاركنا في هذا الموسم في سن الثنايا وقادم هنا إلى أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية. مرحبا بكل من يشارك، مرحبا أيها الحفل الكريم. تأهيل، تأهيل أيها الحفل الكريم، تأهيل للمشاركات، للمشاركات في الميادين الخارجية. يا من يريد التأهيل، يا من يريد الناموس، يا سلام والتمثيل لهذا الميدان، ميدان الشحانية خارج الدولة. يا أيها الحفل الكريم، معزز يقود المسيرة، معزز يحتل المركز الأول، 2 كيلومتر على خط النهاية، معزز يحتل المركز الأول. يا سلام يا معزز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن بعيران المري، يقود في عملية التضمير. الفارس قادم في المركز الثاني، الفارس في المركز الثاني لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني ناصر بن مسفر الشهواني، المرعب المرعب هنا في المركز الثاني، ويتحرك في هذه اللحظات، يتحرك الفارس، وهنا التهيل. يا سلام المركز الثالث، المركز الثالث الحساس للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفه الثاني علي بن حمد بن جرحب، يقود في عمليه التضمير. المركز الرابع البنادول لجاسم بن محمد بن شطيف الهاشمي. المركز الخامس بعيده كل البعد مشاهدينا الكرام من اخراجنا ومن تصويرنا، نعم المسافه، المسافه ليس بالقريبه عن المركز الخامس. خلاص 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 مشاهدينا الكرام، معزز معزز يريد العزة ويريد الناموس وأن يبعث السلامات إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن بعيران المري، هو من يقود في عملية التضمير. نتعرف على المركز الثاني اللي يصلنا الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ناصر بن مسفر الشهواني، يدير في عملية التضمير. الحساس الحساس يا سلام، الحساس الحساس في المركز الثالث للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفه الثاني مع الموهوب علي بن حمد بن جرحب. يا سلام يلا يا الحساس، يا سلام يا سلام، معزز يقود المسيره حتى هذه اللحظه، معزز يتعزز ان يتمسك بصداره هذا الشوط، معزز تعود الملكيه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود راشد بن بعيران المري، يقود في عمليه التضمير. هنا الحساس يصل، هنا الحساس يصل في المركز الثاني، تعود الملكيه للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفه الثاني علي بن حمد بن جرحب. يا سلام الجماهير، الجماهير هنا تتفاعل مشاهدينا الكرام، أيها الحفل الكريم أينما كنتم الجماهير تتفاعل. يا سلام يا سلام الجماهير، يا سلام الحساس الحساس، معزز معزز الحساس الحساس. أيها الحفل الكريم، هنا الناموس، هنا بشحرية. أيها الإخوة تهانينا تهانينا، ولكن معزز يحاول بشق الأنفس أن ينتزع ناموس هذا الشوط، ولكن الحساس الحساس يحتس بالموقف. الحساس تهانينا تهانينا، يبدو لي حفلنا الكريم نزفها ونحملها، هذا إذا كان مع المعزز كلام ثاني. معزز معزز الحساس الحساس، لا ما في أمان، ما في أمان في هذا الميدان، ما في أمان ما في أمان. 200 متر الحساس يقود المسيرة والجماهير تتفاعل هنا في أرضية هذا الميدان. الحساس الحساس تهانينا تهانينا، نزفها من هذه اللحظة من أعماقنا إلى سعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن جرحب الموهوب، نزف له التهنئة كذلك. ها هي لحظات الوصول للحساس، يقف احتراما خط النهاية للحساس، والحساس كذلك يصل بالناموس. المركز الثاني يصل به معزز لصاحب السمو الأمير تركي تركي بن محمد بن فهد آل سعود، كذلك معزز الله يقول الحق ما قصر. المركز الثاني يصل، المركز الثالث يصل فيه الفارس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع ننتظر وإياكم لحظات وصوله. البنادول يصلنا في المركز الرابع جاسم بن محمد بن شطيف الهاشمي، تهانينا له على فوزه بالمركز الرابع. أما المركز الخامس ها هو يصلنا ظبيان في هذه اللحظات لعلي بن سعيد بن حلفان، تهانينا نزفها لكل الإخوة الفائزين، وبالأخص نزف التهنئة لمالك الحساس. 13 دقيقة و39 ثانية وجزئين من الثانية هو توقيته الزمني
من مسافة 8 كيلومترات. تهنئتنا لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على فوز الحساس وتحقيقه بناموس الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات لأشواطنا المفتوحة. التهنئة موصولة كذلك لعلي بن حمد بن جرحب المركز الثاني، يصل فيه معزز 13 دقيقة و42 ثانية و19 جزءاً من الثانية. التهنئة موصولة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وكذلك لراشد بن بعيران المري. أما المركز الثالث فيصلنا فيه الفارس 13 دقيقة و45 ثانية و23 جزءاً من الثانية، هو توقيته الزمني. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ولناصر بن مسفر الشهواني.